احنا في مرحله في النشاط الثالث كما هو عندنا مصدر في البرنامج ديال المشاركه مواطنه اللي مدعم تمويل ديال الاتحاد الاوروبي والمراقبه الماليه والاداريه ديال لينوكس. اليوم احنا في 11 الصباح تواجدنا هنا من اجل اننا نوزعوا السلات والقفيفات على البحاره كما هو مصدر في البرنامج. كما قلنا هذه السلات هي غادي توجه للبحاره على اساس ان هذه البحاره باش بالنسبه للمؤونه ديالهم اللي كياخذوا معها البحر ان تكون اكثر بيئيه وان تكون خاليه من الازبال وخاليه من البلاستيك. كذلك بالنسبه للسلات لان البحاره في البواخر لا الطرينيات ولا الصيد التقليدي ولا البواخر الكبيره اللي كتصيد السمك الابيض هما كيسيبوا الازبال مع الاسف في عرض البحر، وهذه العمليه تضر بالبيئه البحريه وتسبب كوارث لا على مستوى الجوده ديال السمك ولا على مستوى الثروه السمكيه لانها كتقل، لان هذه الازبال هي كتمشي الاماكن ديال التبييض ديال الاسماك وكتاثر بالتالي على الثروه السمكيه وكتنقص. وبغينا ان البحاره بشكل عام والناس اللي كيعيشوا من هذا المجال انهم هما الاوائل اللي خصهم يحافظوا على هذه الثروه السمكيه ديالهم اللي منها كيعيشوا. وبالتالي احنا كاملين كنضروا لا كمواطنين ولا كدوله ولا كمجتمع من نضور الثروه السمكيه، لان هي راس المال ديال المغرب وهي راس المال ديال المدينه البحريه بحال العريش. من خلال استعمال الاكياس او القفات هنا اللي استعملتهم، وفي القديم كانت القفه يعني كتستخدم من الدوم ومن القصب، يعني دابا لان ما بقاش هذه المنتوجات البديله ديال الاقتصاد يعني المنتوجات البيئيه ولاو كيستعملوا يعني منتوجات مضره للبيئه. هذه المنتوجات الصديقه للبيئه اللي بديتوا تستعملوا، هو وصلت واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس والاضافه الى ذلك للمسؤولين يعني باش يغيروا يعني هاد الصناعات دابا اللي بقات هذا ويحافظوا على الصناعات التقليديه والاخص الاقتصاد الاجتماعي، يعني لانه كاين مدرب للدخل يعني كيخدم بزاف ديال الناس. انتم بالنسبه لكم شنو هو المجهودات اللي كتقوموا بها باش توصلوا هذه الرساله للمسؤولين؟ تماما، اذا من خلال مزدوجه، يعني رساله من اجل الحفاظ على البيئه البحريه واستعمال ادوات صديقه اللي هي ادوات بيئيه، سلات منتوجه من القصب والقفات هي منتوجه من الدو، وهذا كيعطي دفعه كذلك للصناعه التقليديه اللي احنا مع الاسف توجهنا كامل كمجتمع ولا المجتمع بشكل عام العالمي توجه نحو الصناعه البلاستيكيه، الصناعه الاصطناعيه اللي عندها تاثير سلبي على البيئه، وخلينا المنتوجات اللي هي منتوجات طبيعيه كانت دائما صديقه للبيئه وهي كتعيش اسر وكتعيش مجموعه ديال الناس. اذا الاهتمام بهذا المنتوج التقليدي التاريخي ديال الوطن هو سيحافظ على البيئه، وكذلك سينعش واحد الصناعه اللي كيعيشوا منها واحد الشريحه كبيره ديال المجتمع.